ينضم معنا للحديث عن العقوبات الأمريكية الجديدة والضغط الدولي على النظام الإيراني وتأثير تلك العقوبات على طهران وميليشياتها في المنطقة. ينضم معنا من لندن الأستاذ نمير الهنداوي الكاتب والإعلامي العراقي. أستاذ نمير، مرحبا بك. بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزمه فرض عقوبات على أي شخص أو أي جهة تنتهك فرض حظر الأسلحة التقليدية على إيران، كيف قرأت هذا الإعلان؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. سيدي الكريم، العقوبات الأمريكية هي موجودة، ليس حديثة وليس يعني اليوم القرارات اتخذت منذ فترة طويلة بعدما إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بسياستها الاستفزازية التعسفية في المنطقة ودول الجوار، وكذلك تهديدها للأمن العالمي أيضا. فالعقوبات ليس بجديدة، ولكن منذ بدأت إيران بضرب مقرات والمعسكرات الأمريكية في العراق والسفارة الأمريكية في العراق بالصواريخ وتهديدها بالوعيد، مما دفع بشكل يعني أقوى أنه تعيد أمريكا حساباتها وتدفع بعقوبات جديدة وشديدة ضد إيران. كيف ستنعكس هذه العقوبات والتهديدات على الميليشيات الموالية لإيران ونفوذ هذه الميليشيات؟ الميليشيات ونفوذها طبعا مرتبط بشكل رئيسي بالعقوبات على إيران، ولكن هناك التفاف حول هذه العقوبات، حيث العراق يعتبر محطة أساسية لإيران يعتبر لعمليات تهريب العمل والصعبة الأجنبية إلى إيران كمنفذ. ولكن لو أمريكا وضعت أسماء الميليشيات وقادة الميليشيات والأحزاب الطائفية التابعة لإيران ضمن العقوبات التي فرضتها، فستنعكس انعكاسا سلبي بالنسبة للميليشيات، حيث ستقزم أمريكا حركة هذه الميليشيات، تحركاتها العسكرية، تعسفها وإجرامها على الشارع العراقي، وليس ينطوي على العراق فقط، سوريا ولبنان واليمن، هنالك الكثير من الانعكاسات السلبية يعني ستقع بها هذه الميليشيات. ولكن على أمريكا أن تحافظ أو بشكل جدي تعمل لتقزيم وتحجيم المحطة الإيرانية المالية في العراق. نشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من لندن الأستاذ نمير الهنداوي الكاتب والإعلامي العراقي.